كده وبعدين انت مش شايف يا باشا بتعمل ايه؟ حد يعمل كده في انسه محترم؟ خبطت العربيه حضرتك انسه برضه؟ انسه تعالي كده يا حبيبي. ايه ده ايه ده في ايه يا باشا؟ انت جاي تسبل ولا ايه يا عم الحاج؟ ايه اللي جاي تسبل؟ انت ليه ادب قوي؟ ليه ادب؟ بقول لك يا يالا انت شكلك انت بطاقتك يالا بطاقتك يالا انت شكلك تبعها ولا انت عاملين عصابه؟ اهدي تقليت عليا مش كده؟ لا اهدي خالص بطاقتك. استاذ بيومي فؤاد انا اسف انا اسف والله يا فندم انا بحبك جدا بس النضاره بس يعني لبس لسه ما ظبطش. انا اسف حتى دمك خفيف الحادثه حبيبي. الحقيقه انا شفت الحادثه من اولها. انت اللي غلطان. ازاي يا باشا؟ ده طريقه يا باشا والله العظيم انا مش عادي. انا باشا شفت الحق انا ماليش مصلحه صح. واضح يا باشا انك تريك مصلحه كبيره قوي. تعالى يعني يا سلام. استني بس انت رايح فين؟ لا بقول لك ايه جو الفنانين ده مش هياكل معايا يا حبيبي. لا احنا بعد الثوره حاجه ثانيه. الشعب دلوقتي هو اللي مسيطر. انا ماليش دعوه بكل الهري اللي انت بتقوله ده. انا عندي تصوير ومعايا حد مهم جدا في العربيه. استاذ حسين فهمي اهم. مصطفى فهمي اهم. مي سليم اهم. امال مين؟ ما يلا يا بيومي فؤاد عندنا تصوير. الاهم جه عندنا تصوير يا عم. ما يلا الاستاذ احمد السبكي. ايوه اهدى بس انا بفكر اجيب الواد دوت يعمل بتاع الفشار شبه حسن رداد موت. همضه لك دلوقتي اخره 250 الف جنيه احيه. يا حبيبي يا ابني باشا ما تسيبنيش يا باشا. انا واقف عرضك يا باشا والعربيه عليها اقساط. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هات الرخص. رخص ايه يا عم انت؟ هات رخصك. هو حضرتك بوليس؟ طب احلف. الله امال ابوه جايبها له في العيد؟ ما هو لابس ابيض زي الفل اهو. هات الرخص. اتفضل رخصتين. رخصك. دي رخص العربيه. فين رخص السواقه بتاعت؟ فين؟ استني واحده. ايه ده في ايه؟ استاذ بيومي انا طالب من حضرتك خدمه معلش. امرني. رخصتي ضايعه ممكن تكلمني بس الظابط معلش. حاضر. معلش يعني كلمني. ما انا هكلمها. خدمه منك. لا لا مضيه مضيه. انت عايز تتحبس. انت عايز تتحبس. ربنا يخليك لنا يا رب. الحمد لله حظك حلو هتحل ودي. يا استاذ حسن دي رخصه العربيه. فين رخصه القياده؟ معلش يا باشا قبل ما نعمل اي حاجه انا عايز اعمل محضر اثبت فين محفظتي اتسرقت وفيها كل حاجتي. لا سوري انا اسفه محفظتك اللي اتسرقت دي بعد الحادثه. احنا دلوقتي نركز في محضر الحادثه بعدين نشوف بقى المحفظه راحت فين. ينفع الكلام اللي بتقوله ده يا باشا؟ يا عم سيبك من اللي هي بتقوله وركز معايا يا حسن. يا باشا انا مش حسن لا مؤاخذه انا اسمي فارس الخواجه وبشتغل مهندس صيانه في توكيل عربيات شانجيانج والعربيه دي بتاعه واحد اسمه الاستاذ حسن كان جايبها عندنا عشان يصلحها له يعني وانا كنت بجربها عشان فيها عيب في الفرامل. ايه شفت قال ايه؟ فيها عيب في الفرامل. سجل دي عندك عشان دي مهمه جدا. دي مالك انت يسجل ولا ما يسجلش؟ مش في ظابط واقف قدامك؟ وانت يا عم حسن هات اي اثبات شخصيه يقول انك فارس مش حسن. يا باشا عامل لك دي انيه عشان تصدقني يعني؟ ما انا بقول لسيادتك ان البطاقه اللي بتثبت ان انا فارس الخواجه مش حسن الكردي جوه المحفظه اللي اتسرقت. طب كلم التوكيل عندك يبعتوا اي حاجه تقول انت مين. لقيتها يا باشا. اتفضل يا باشا. ده يا باشا كارت الشغل بتاعي يثبت لسيادتك ان انا فارس الخواجه. اتفضل يا باشا. وانتوا يا جماعه لو احتجتوا اي حاجه كلموني محدش يتكسف. لو احتجتوا يا جماعه اي حاجه ما تترددوش. اني تايمز فارس الخواجه للناس المحتاجه. وانت يا انسه سالي اتفضلي الكارت بتاعك كلميني وهاتي لي عربيتك التوكيل وانا اصلحها لك. احلف. ايوه كل حاجه ببلاش. طب خلاص انا كده مسامحاه يعني بلاش محضر بقى. لا والله. والله اكتب يا ابني عندك تم الافراج على فارس الخواجه بضمان كارت شغله. ميرسي يا فندم. اوكي احنا نستهبل. انت فاكر ان انا هفرج عنك بكارت الشغل ده؟ ابو ايه على الحجز باشا باسبور ينفع؟ يا عم معاك باسبور من الصبح وساكت هات. هو في البيت بس في واحد صاحبي معاه مفتاح شقتي ممكن بس اكلمه يروح يجيبه ويجي معلش يا باشا ربنا يخليك يا باشا. ايوه شيتوس بقول لك ايه انا عايزك في بجايه. انا عملت حادثه بعربيه حسن الكردي مش وقته دلوقتي. انا في اسم اول مدينه نصر. اطلع البيت عندي بالمفتاح اللي معاك. ادخل اوضتي الكوميدينو على اليمين الدرج اللي فوق هتلاقي فيه حته حشيش. اوعى تجيبها يا شيتوس ناخد مؤبد. ها في جنبيها علبه افتح العلبه هتلاقي فيها ظرف ازرق كبير في جواه فلوس. اوعى تقرب له يا شيتوس انا عارفك. ها في باسبور بقى هاته لي وتعالى. ايه انت فين؟ تعمل عمره؟ هو انت بتصلي اصلا يا شيتوس؟ ماشي ادعي لي يا شيتوس انا في محنه. مع السلامه. حاجز فين يا باشا؟ يلا بويا. سجارة. حضرتك تتكلم؟ إنسان؟ زومبي؟
باللي اسمه حسن الكردي. انا اخويا. تعال يا اخويا، جالك افراج وسط عليوي قوي. يا رجاله انا مش عارف اقول لكم ايه على البجاي اللي عملتوها معايا بصراحه. يا اخي المصريين بعد الثوره برضو ايه حاجه تانية كده، ايد واحده، مفيش فرق بين طويل وقصير، اسمر وابيض، اقرع واقرع. هو انتوا مؤدبين قوي ولا صم وبكم؟ الاوامر عندنا ان نجيبك من غير كلام، يعني نو كلام. طب ما انت اتكلمت اهو. اوامر من مين بقى؟ اتفضل. حناوي؟ أحيي.